شكرا لإدارة مهرجان اللي فكروا في رؤوف الليلة باش يكون بحلاكم، وهذا حاجة تشرفني برشا ونفرح بكم بطريقتي. يلا عيني عيني عني وفوق أنا رؤوف وعد وبحذا اني نغني كنت تونسي. شوف اسهل حاجة عندي اني نعمل اغنية يعني مصرية لبنانية مع احسن شعراء ومع احسن ملحنين، هذا سهل برشا. وقبل خدمت به المشكلة مش في، وبالعكس اني نغني معناها اللهجات الكل ومدامنا عرب احنا كل حاجة تشرفني اني مش نغني، ولكن عندي شرط. يعني شنو الشرط بتاعي وشنو الفكرة بتاعي اليوم؟ أنا اليوم جمهور هو اللي نجح الاسم رؤوف ماهر، اللي أعطاني هل الطموح وهل الثقة وهذه الكل باش نخدم على اليوم. أنا مسؤول واليوم عندي دين كبير برشا إني باش نوصل الأغنية تونسية والكلمة التونسية والصورة التونسية عربيا، كيما نجحوا هم الفنانين اللبنانيين. علاش حنا في تونس يجوا فنانين يعني ونغنوا لهم في أغانيهم وفي فرحاتنا في اليوم؟ علاش حنا ما نخدموش على كلامنا لهجتنا على صورتنا؟ وعندي شرط نغني مصري، ما عنديش باش نعمل ديو مع مصري نغني معاه مصري، الا ما يغني هو تونسي. كان يغني هو تونسي نغني مع مصري. اللهم صل على النبي في جابس وصلنا ديرك دقيقه لولا جابس باهي حاجه طياره على الاخر زاد 75 كيلومتر وتوصل مدنين. اما باللي نشوف فيه توا حاسه باش توصل الحدود بن قردان. يا باشا الشط عالك الريضه خاص به. هو مرتضى انسان متربي ياسر، انسان يعرف يخدم، والسلام عليكم. وهذوما الناس اللي نحبوهم. مرتضى اليوم زاد قاعد يحضر في ديو ان شاء الله عربي، ونفرحوا وراه كي نشوفوا اليوم ولدنا التونسي باش يعمل اغنيه مع فنان عربي. لازم نوقفوا معاه، لازم نوقفوا معاه، نعاودها ثلاث مرات، لازم نوقفوا معاه بالحب الصادق وبال دعم للأغنية التونسية. اليوم مهمة مرتضى ورؤوف انهم مادام هالمحبة الجمهور هذه اللي اعطانا ربي كرمنا بها
يلزمنا نوصلوا الاغنيه التونسيه، يلزمنا نوصلوا الكلمه التونسيه، يلزمنا نوصلوا الصوره التونسيه بتاعنا. فموضوع اني باش نعملوا ديو مع بعضنا ينجم يكون علاش لا، بالعكس الفائده ان شنو اللي باش نقدمه للجمهور. صليدة ديديكاس ليكم الكل، زمرطة صليدة. حبيت نعمل سوربريز للمدام، عمل لي هو سوربريز ليا، يعطيه الصحة.